دكتور زهير جانب مهم في جانب العقد النفسية وهي جانب الكذب. نجد هناك من يكذب من أجل إثبات الوجود وإثبات الشخصية. هو هنا بيكذب مو عشان الكذب، هو بيكذب هنا عشان بيحلي، زي ما بقول لك ايه، بيمكيج بروستيج، بيصلح، بيعدل من نفسه. نعم، من نوع كانواع المكياج، شايف؟ ايوه انا اعرف فلان وفلان وفلان وقابلت فلان وتكلمت مع فلان وزرنا فلان، اهو بيعمل نفسه بروستيج معين انه انا ذو معرفه وعندي علاقات واعرف، يمكن يقابله ما يعرفه. نعم، هذا نوع من الكذب اللي هو بنسميه التجمل، عشان برضه بيغطي النقص اللي عنده. جميل. إذا العقد دكتور زهير موجودة بشكل كبير، يعني بشكل كبير وبأنواع، يعني ممكن ما يخلو شخص من عقدة؟ ما يمكن، لا بالتأكيد كل شخص لديه عقدة. كل شخص لديه عقدة، شايف؟ يعني أنا مثلا أنا أكلمك عن نفسي، أنا أخاف من المرتفعات. لا، إذا حطيتني كده في رابع دور كده في البلكونة وتقول لي شوية إيش الواحد الارتفاع. لا، لكن هذه بسيطة ما هي عملت لي إعاقة، بس لا تقول لي قرب كثير. طيب الآن الفوبيا دكتور زهير، من الممكن أن يخاف منها الجميع، مثلا فوبيا الطيران، فوبيا مثلا البحر. فوبيا الطيران بيخاف منها، نرجع لنفس الموضوع تاني، أنه هو حصل له موقف في الطيارة. نعم، مطبات، شايف؟ أو أنه طالت الطيارة قبل ما تنشايف المطار ولسه ما نزلوا، كان في زحمة في المطار، حصل له موقف معين. نعم، وبدا يخاف من الطيارة، شاف حوادث طيارات. جميل دكتور، معنا هذه الصورة نشاهدها، تفضل، نبغى تعليقك عليها دكتور. هذا رمز للعقدة نقدر نقول عليه. نعم، كيف رمز العقدة دكتور؟ رمز العقدة حاجة معقدة، ما هي ستريت، ما هي أخذ وضعها الصحيح. يقدر يفك العقدة دكتور؟ إن شاء الله، إن شاء الله إذا عرفنا الأسباب نفس الحالة نقدر نعقفكها بالتأكيد. يعني إذا العقد النفسية من الممكن أن تكون لها علاج دكتور؟ بالتأكيد لها علاج. نعم، بإذن الله العلاج. هي الفكرة زي ما تقول لك، إذا عرف السبب بطل العجب. نعم، معنا أيضا السهولة. نعم، معنا أيضا صورة أخرى هذه دكتور. هاي زي ما قلنا في البداية، شوف طالع في البنتين في الأولاد كيف حاطين يدينهم على يدين، ما يبغوا يسمعوا الصوت المشاجرة اللي حاصلة بين الأب والأم، وخايفين ومتحمين في الأم. هل تتوقع كيف حيطلع بعد كده؟ هل البنت هذه حتتزوج بعد كده؟ تفكر في الزواج؟ بالتأكيد. سبب عندها عقدة هنا. نعم، إذا دكتور عقدة الأب والأم هي من أخطر العقد إذا. نعم، بالتأكيد، أسبابها البيت، النشأة، التربية. نعم، كيف نحمي إذن الأبناء من هذه العقد دكتور؟ نتفاهم معنا، دائما يكون الولدين متفاهمين، أن عندهم مشاكل، مشاكلهم بيناتهم، مش أمام الأطفال. نعم، هذا من الذكاء، لا هذا من الطبيعي العالي جدا. عندنا مشكلة نخش غرفة النوم نتفاهم عليها، لكن كده قدام الأولاد. نعم، إذا بما أن دكتور زهير اتفقنا أن لكل شخص لديه عقدة، كيف يتم تحديدها هو بنفسه، وأيضا كيف يستطيع حلها؟ ولكن قبل أن نسمع الإجابة نشاهد هذه الصورة أيضا، تفضل. شايف المسكينة هذه؟ نعم، حزنانة. شوف الجلسة اللي جلستها كيف، الجلسة هذه كرهانة حياتها، كرهانة الوضع اللي هي فيه، وتقدر تقول انها جالسة كوضع امها، كوضع بطن، كوضعها وهي جنين في بطن امها، رافضة، كارهة الدنيا. نعم، وجلوس ايضا دكتور في موقع، في زاوية في البيت، في يعني زاوية في البيت لها مدلول ايضا، يعني تقدر تقول هي معزولة، بس عازلة نفسها. نعم، عازلة نفسها، يعني تقدر ممكن نترجمها خايفة تطلع، خايفة تنزل في النص. نعم، نشاهد ايضا صورة اخرى هذه دكتور. هذه البنت اللي في يدها هذه بتدور حنان، معطيتها حنان فهي ناقصها الحنان، شايف؟ حضنها، هي خايفة، هي تبغى حنان، فحاضنة ليش؟ بتعبر عن احتياجها انها حاضنة العروسة اللي في يدها. نعم، ولكن دكتور يعني في سن متقدم من الممكن ان يصاب الشخص بعقدة نفسية؟ يعني الأعمار صغيرة جدا. الأعمار صغيرة جدا، مو الخوف، أسبابها الخوف، هو خايف من حاجة معينة، القساوة الأب عليه خوفته، فهو رفض للحدث هذا، عزل نفسه. نعم دكتور، هناك صورة توضيحية جبتها معك نريد أن نشاهدها. جميل. هذا عن العقدة النفسية دكتور؟ هذا عن العقدة النفسية. نعم، نعم. هي اللي بيحصل هنا عندنا إيش؟ العقل في الدائرة الكبيرة هي العقل الحاضر، احنا كل حاجة بنشوفها بنسمعها عن طريق عقلنا الحاضر. لا، بعد كده بنروح ناخدينها ومدخلينها في العقل الباطن،
العقل الباطن بنحط فيه العقل الباطن هو الدائرة الثانية. نعم. شو العقل المكتوب عليه العقل الباطن؟ فيها الخيال، فيها الذاكرة الدائمة حقتنا، فيها المشاعر، فيها الأحاسيس، فنحن بنخزن فيها مشاعرنا وأحاسيسنا. في 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 ما أحاسيسي أنا في الظلام، أنا خاف من الظلام، فسجلت في العقل الباطن إن أنا خاف من الظلام، تسجل فيها ومشاعري الاتجاه هذا. هنا المشكلة بتصير إنه بنسجل، هي كلها عبارة عن خبرات. العقل الباطن بياخد إيش؟ خبراتنا، بنسجل فيه خبراتنا. نعم. اللي مرينا فيها والأحداث. سجلت الموقف هذا، أنا أخاف من الظلام، فطبعا لما تنطفي الكهرباء حتلاقي إيش؟ خايف. أنا أخاف أني أوقف أتكلم قدام الناس. في واحد يقول لك أنا ممكن إيش بين أصحابي ما عندي مشكلة، بس أني أوقف قدام أتكلم قدام ناس غرب، لا أخاف. الانطوائي أيضا يا دكتور. الانطوائي ليش هو انطوائي؟ في كذا سبب. لا سبب زي ما قلنا انه ابوه كان ايش يقارنه بين اخوانه، يفارق بينه واخوانه. في المدرسه كان منبوذ. لا كان ما هو شاطر في دراسته، هذه مشكله. سبب اسباب انه ما هو شاطر في دراسته، ما كان لقى مساعده فخلته ايش منبوذ. تاخره في الدراسه كمان. نعم. إذن دكتور نتفق أن هناك العديد من الصور للعقد النفسية. نعم. بالتأكيد أن هناك علاج لهذه العقد عن طريق التنويم الإيحائي. بالتأكيد. بس في حاجة كمان نبغى نرجع لها، هي كيف نعرف أنه هذا عنده عقدة أو ما عنده عقدة؟ جميل. أحيانا أنا ما أعرف أنه عندي عقدة، بس بتصرف تصرفات زي ما تقول غير 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 مرغوب فيها. نعم. شايف؟ بتصرف تصرفات الناس بتضايق منها. لا تطفوا النور، انا اخاف. او لا يعني لما يجوا ممكن هو يوهم نفسه انه خاف، هو بيخاف. الناس بتتضايق من تصرفات معينه بنسويها احيانا، شايف؟ او في ناس بتلاقي وهو بيتكلم نفسه مو داري انه بيكلم نفسه. لا شايف الناس بتفكروا ايش به هذا بيكلم نفسه. تستغرب احيانا تلاقي ناس ماشيه في بتكلم نفسه. في احيانا تصرفات انا شايف انها غلط، انا ادري عنها، عارف انها غلط، هذه عقدة عندي. فهنا بألجأ الى احد الى المساعدة. نعم. عن طريق التنويم زي ما تفضلت استاذي انه هو طريقة سهلة جدا. عن طريق التنويم تكون سهلة جدا، انه هنا ايش اللي انا احنا بنسويه؟ احنا بناخذك نخليك تعيش الحدث وبنرجع معاك الى الحدث هذا. جميل. اللي بنسميه هو العلاج بخط الزمن او الايج ريجريشن او النقوص العمري. أنا بعيشك الحدث وبقول لك متى جاك أول مرة. أتذكر من الأشياء اللي مرة كان في واحد بيخاف يتكلم أمام الناس، سوينا له تنويم إيحائي، شايف؟ ورجعته، فبقول له أنا إيش بك؟ شايف؟ هو مسترخي كده، تلاقيته إيش بيحرك رجله بالطريقة هذه. بقول له إيش بك؟ قال لي أبويا بيضربني في ساحة المدرسة. لا شايف؟ أبوه مدير المدرسة وبيفرشه، بيضرب على رجلينه قدام الطلبة في ساحة المدرسة. تخيل، هذه عقدة ولا لا؟ بعد كده كان لابس نظارة كبيرة شمسية على عينه وما يبغى يشوف، ما يقدر يواجه الناس، عارف؟ خلته شوف العقدة اللي صارت عنده، ما هو قادر يواجه الناس. فهنا قلت له شوف انت هنا كنت صغير، بنغير المفهوم. لا. انت هنا صغير كنت، ابوك كان يبغى يحطك مثال، ابوك غلطان، هو عايز يسمع الكلمة هذه، يبغى يسمع الكلمة هذه انه ابوك غلط. من هنا ارتاح لما فتح عينه وجلسنا، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ قال لي تمام انا مرتاح. طيب البس نظارتك؟ قال لا ما احتاجها. جميل. وهذا الحل دكتور زهير ينطبق على كل العقد النفسيه؟ ما نقدر نقول كلها، معظمها. نعم. تخفف الاثار دكتور او انها تخفف الاثار بشكل تام؟ في احيانا عندك مشكله انت ما تعرف السبب. لا سيب يقول لك مثلا تعال خلينا نروح البحر نسبح، فيقول لك لا انا اخاف اروح اسبح من البحر. ليش؟ ما أدري أخاف من البحر. فعن طريق التنويم الإيحائي لما نرجع بي ورا هنلاقي أنه هو لما كان زمان في حمام السباحة أصحابه دفوه غرق، فبعدها كره السباحة. لا عنده عقدة. إذا دكتور عن طريق هذا التنويم الإيحائي بالتأكيد هناك نسبة ممكن تقدرها لنا بانتهاء تقريبا المشكلة. انتهاء بإذن الله. انتهاء كم النسبة تقريبا؟ والله ما أقدر أقول لك، يعني حسب الحالات، شايف؟ بس هو يعني هي عارف لما تكون سهلة جدا زي اللي بيتكلم أمام الناس. لا. مدرس وبخه في المدرسة، لما يكون واحد غيري كده. لكن لما تكون حاجة مثلا زي اغتصاب أو حالة تحرش حصلت له هو صغير،
هذه أمور تقدر تقول يبغى لها وقت، تأخذ لها وقت وصعبة إنك تشيلها. يقول لك أنا ما أبغى، يعني مثلا ما يحب يتقرب مع الناس، تلاقي دائما بعيد إنه خايف أحد يتحرش فيه خلاص. نعم. هناك يا دكتور أيضا الطريقة التي من خلالها نتعرف على طريقة التنويم من خلال هذه الصورة التي سنشاهدها الآن. تفضل. الصورة جاهزة. نعم دكتور، إذن على ما تجهز الصورة نريد أن نأخذ أيضا جوانب مهمة من خلال العقد النفسية. هناك أيضا جانب العقدة النرجسية التي دائما ما تكون متواجدة في أغلب شرائح المجتمع. العقدة النرجسية هي يقول لك مغرم بنفسه، حابب نفسه كثير، شايف نفسه حلو. نعم. شايف ما هو غيران من نفسه، مغرم بنفسه، شايف نفسه حلو، فتلاقي دائما يطالع في المراية ومظبط نفسه، ودائما انه هو جاهز ومغرم بنفسه، شايف نفسه حلو ومعجب بنفسه. عارف انت لما تكون معجب مثلا بسيارة بحاجة بصورة جميلة، هذا مغرم بشكله، شايف انه هو احلى يوسف. نعم بالتأكيد دكتور، هناك اشياء دفعت هذا الشخص لأن يكون هناك لديه عقدة نرجسية. تقدر تقول كانت أمه تدلعه كثير، ما أحلاك يا يوسف، أنت يوسف، أنت يوسف، جمالك وما جمالك، شايف؟ وهو شكله لا، يعني شكله وسيم، ما قلنا حاجة، بس هنا دخل في المزايدة أوفر. نعم. شايف؟ فأنغر، عارف اللي بين يقول لك بين الثقة والغرور في شعره، هو عد الشعر. ممكن في نقص دكتور أيضا. هو بالتأكيد في نقص، ومو عارف نفسه مزبوط يعني. ممكن تأخذ الاثنين، في نقص ومو عارف قيمة نفسه بالضبط، ومدي نفسه حقها يعني. نعم. هذه العقدة دكتور ممكن علاجها؟ ممكن علاجها بالتأكيد، ممكن علاجها إذا شوف في الـ في الـ في الـ في, الـ في النرجسية هذه، هو ما هو مضايق، هو مبسوط من نفسه، بس الآخرين مضايقين منه. شوف في الحتة النرجسية هذه، هو ما هو مضايق منه، هو مبسوط من نفسه، في هيمنة مع نفسه، لكن الآخرين مضايقين فيها، يعني انت شايف نفسك ايش؟ فهنا يبدو ايش؟ يتضجروا منه. اذا هو ذكي وانتبه هيروح يدور على سبل علاج، لكن اذا ما انتبه للحكايه هذه واستمر، هيلاقي بعد فتره انه اصحابه ايش؟ بعدوا عنه، يقول لك ما هم فاهميني. بيبرر. لا اصحابي ما هم فاهميني، فبدا هنا يبرر يقول لك عشان كده ما فاهم. فتلاقي دائما يبحث على اصحاب جدد، وبعد فتره اصحابه هذول يتخلوا عنه. وهكذا. نعم. الأم والأب من الممكن أن يجدوا لدى أحد أبنائهم عقدة نفسية. نعم. ما هي الخطوات دكتور التي تنصح من خلالها أن يتم تفادي هذه العقدة في مرحلة متقدمة، في مرحلة مبكرة؟ والله ما احترامي لكل أب، انتبه للنقطة هذه، في أبهات متعلمين وفي أبهات غير متعلمين. حتى الأب المتعلم مين أعطاه الصلاحية أنه يربي أطفاله؟ مهندس.